باش نلقاو نديرو معاهم. مؤسسة التشريعية اللي كتعنيني وكذلك باقي المؤسسات التنفيذية ومؤسسات أخرى أننا نحن مقبلين على مرحلة جديدة والكل ينبغي أن يتعبأ للانخراط في هذه المرحلة الجديدة، مرحلة ديال معالجة قضايا ذات أهمية استعجالية واستراتيجية في نفس الآن، خاصة ما يتعلق بالقضايا اللي كتهم الشباب والاستثمار. فالكل ينبغي أن يتعبأ وكل واحد من موقعه ينخرط في المرحلة الجديدة اللي دعانا لها جلالة الملك نصره الله إلى تضافر الجهود في هذا الدخول السياسي. كيف تبعنا مع الخطاب السامي لجلالة الملك اللي دائما في كل افتتاح سنة كيعطي التوجيهات ديالو، وهي اللي كتأثر السنة المقبلة للملك صاحب الجلالة، يعني في إطار سلسلة الإصلاحات وتتم لما جاء ما تفضل به في الخطابين، خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب. اليوم صاحب جلالة يعطي توجيهات خاصة في مجال الاستثمار وخاصة على مستوى التمويل وخاصة للشباب والتشغيل الذاتي، وهذه فرصة مهمة وبادرة لابد من الالتقاط ديالها، المساهمة في التنمية وإدراج وتمكين الشباب من لعب دور طلائع في هذا المجال الحيوي. خطاب الملكي في نفس التوجيهات اللي كانت في الخطاب ديال العرش واستمرارية لها، عطى توجيهات في مجال خاصة فيما يهم الشباب وتوظيف الشباب وتمكينهم من الإمكانيات المادية تحت المراقبة قصد الدخول في مشاريع كبرى. معنى أن الخطاب الملكي جاء متمم لخطاب العرش وفي توجيهات كمرحلة للتفكير بشكل جماعي بذكاء جماعي من أجل اقتصاد الوطن ومن أجل الشباب. هذا صاحب الجلالة نصره الله
دابا في الافتتاح ديال الدوره ديال البرلمان على انه اولا تيدير واحد النوع ديال تقييم المسار ديال العمل السياسي من بدايه من افتتاح الدوره الى نهايتها، وهو التقييم اللي كنعتبروا حنا مهم واساسي لان به كيمكن لنا نحسنوا الاداء ديالنا كفاعلين سياسيين. ثم من جهه اخرى كيفتح الابواب ديال الاوراش اللي كيخص الحكومه والبرلمان ايضا يعكفوا عليها. وصاحب الجلالة في معرض تقييمه قال بأنه على الحكومة أنها تحل بالعقلانية، والعقلانية هي عقلانية في تدبير الزمن السياسي أولا، لأنه للأسف هناك هدر للزمن السياسي ولزمن الإصلاح اللي تمنيناه منذ دستور 2011، وهذا الهدر إما بسبب البطء في تنفيذ المشاريع أو بصدد صراعات ثنائية بين المكونات الأساسية ديال الحكومة وهي الأحزاب الكبرى اللي فيها، وهذا كينعكس على بطبيعة الحال السير ديال العمل لا البرلمان من جهة ولا الحكومة من جهة تالية. كذلك صاحب الجلالة دار لنا عود على بدء فيما يخص النموذج التنموي وفيما يخص تنمية المغرب الشمولية، وقال بأن كل المشاريع اللي كيمكن ديرها الحكومة أو لا توضعها ما كيمكن ليهاش تشوف النور إلا ما كانش ليها التمويل الكافي، لأن التمويل هو الأساسي في تنفيذ المشاريع. ولذلك دعا الأبناك إلى أن تتحلى بالروح الوطنية وأن تنخرط من بدورها أيضا في هذا المشروع التنموي الجديد بأن تمول من جهة المشاريع اللي عند الدولة، ومثلا بحال المشاريع ديال الإسكان، السكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي، كذلك التمويل ديال المقاولات ديال الشباب حاملي المشاريع وما أكثرهم اللي عندهم عزيمة وعندهم مشاريع مهمة ولكن اللي كيخصها التنفيذ ديالها التمويل، وكتوضع واحد الشروط تعجيزية في غالب الأحيان اللي كتأدي إما هادوك الحاملين المشاريع ما كيلحقوش أنهم ينفذوا المشاريع ديالهم وكيلقاوهم أمام عقوبات منها الحبس مثلا. كذلك المقاولات المتوسطة والصغرى، المقاولات الصغرى والمتوسطة عندها دور مهم جدا أولا في التطور الاجتماعي لأنها كتصلح أحوال الناس سواء بالتوظيف أو بالترويج الرواج الاقتصادي إلى غير ذلك، ولكن أيضا هي مكون أساسي للاقتصاد الوطني. وذكر صاحب الجلالة بأن هناك دول مشات في هذه التجارب وحققت النهضة ديالها الاقتصادية، ولذلك دعا الأطراف اللي هي الجهات الممثلة للأبناك والحكومة لأنهم يقلبوا على شي آلية من الآليات باش يمكن لهم يبحثوا على الكيفية ديال يخلقوا الجو الملائم للاستثمار من خلال التمويل ديال هذه المشاريع. كنتمناو بأن الحكومة تكون التقطت الإشارات، أولا تسرع الإنجاز ديال المشاريع، ومثلا حنا كنتكلموا على الجهويه الموسعه باقي ما داك لا مركزيه ولا تمركز باقي ما كاينش، كذلك الحمايه الاجتماعيه اللي كان قالها صاحب الجلاله ايضا ما مفتوحاش الاوراش باش يمكن ان نقويو آلية الحماية الاجتماعية، بالرغم من أنه الدولة كتصرف واحد الغلاف مالي كبير فيما يخص الدعم الاجتماعي، تيسير الرماد، دور الرعاية الاجتماعية إلى غير ذلك، ولكن الوقع ديالها على المجتمع ما كاينش لأسباب، هذيك الأسباب التشخيص ديالها عطاه المجلس الأعلى للحسابات وكذلك عطاه المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي اللي كاين، ماشي التشخيص اللي كاين هو نبداو نفكروا في الاليات. الا ما فكرناش فيها دابا كنكونوا واحد ولايتين من وراء دستور 2011 ضيعناها على المغرب وضيعناها على المغاربه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.